لكم مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال. معنا اليوم اشرك الاستاذ بلال وزميله الاستاذ اسماعيل من ناي اوكسجين ريستورانت اند كافيه. بدايه اهلا شباب. اهلا وسهلا بك. بنحب نرحب فيكم معنا بالبرنامج ونشكر تواجدكم معنا ونحب نعرف المزيد عنكم وعن بداياتكم مع المطعم. اهلا معك بلال دقور وزميلي اسماعيل سلهوب زميلي وصديقي. تفضل اسماعيل. اسماعيل سلهوب، بدايه بشكركم على الاستضافه وراح ابدا من وين اجتنا فكره ناي. فكره جدا عفويه ابتدت من 4 أصدقاء مقيمين بنفس الكوميونتي. خطر في بالنا ليش ما نعمل كونسبت يكون موجود داخل الكوميونيتيز بيجمع العائلات والأفراد بحيث أن يكون منزلهم الثاني وقريب عليهم وبيلبي احتياجاتهم من ناحية الأكل والشرب والأماكن اللي ممكن يقضوا فيها أوقات ممتعة. فخطرت في بالنا هاي الفكرة وتواصلنا مع عدة مطورين موجودين داخل الإمارات والحمد لله وصلنا لاتفاق مع دماك هيلز بأنه نعمل هذا الكونسبت داخل دماك هيلز 2. وقمنا بتأسيس شركة وفتحنا ناي أوكسجين بال 2021. جميل جدا. طيب شباب لو حبينا نعرف المزيد من التفاصيل على أنواع الأطباق والوجبات والحلويات والعصائر والأشياء اللي بتقدموها داخل المطعم. زي ما حكينا الكونسبت الموجود عندنا كان موجه للعائلات والأفراد الموجودين جوا الكوميونيتيز، فكان هدفنا من البداية أنه نقدم الخدمة والأطعمة اللي تغطي جميع الأذواق والجنسيات الموجودة في الكوميونيتيز الموجودة بدبي. فإذا تفرجنا على المنيو عندنا بناي أوكسجين هتلاقي الأطباق العربية الرئيسية من إفطار وغداء وعشاء، وبنفس الوقت الأطباق الكونتيننتال من ناحية الستيكس الجريلز السالمون. سو هاي كلها بنغطيها بالمنيو تبعنا. بنفس الوقت بنقدم بالكافيه اللي هو المشروبات بانواعها وبالاراجيل وفي منطقه المخصصه للتدخين. جميل جدا. طيب شباب بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا له اليوم شو خططكم المستقبليه وشو الرؤيه المستقبليه؟ هلا بيلدينج على الاكسبيرينس الاولى لنا حاليا هون وانطلاقا من الكونسبت اللي بنيناه نتوجه حاليا للكوميونيتيز اللي عمالها بتنشأ بدبي او الموجوده حاليا بحيث انه يكون الاكسبانشن بلان تبعنا موجود بهاي الكوميونيتيز لنغطي الجاب الموجوده بالماركت لهذا الجزء من الكوميونيتيز. شباب كرواد اعمال وكسكان في دوله الامارات شو بتنصحوا اي حد عنده اهتمام ياسس عمله الخاص داخل الدوله بس لسه ما بدا؟ زي ما ذكرت لك بالبداية مشروعنا بدأ من فكرة بسيطة بجلسة عفوية ل4 أصدقاء كل واحد منهم مشغول بشغله المربوط بشركته. فلما اجتنا الفكرة وجينا نطبق هاي الفكرة على أرض الواقع اكتشفنا أنه تطبيق هيك أفكار بدولة الإمارات جدا سهل لأنه كل الفاسيليتيز متاحة لك وأنت بخلال يوم ممكن تعمل رخصتك التجارية وتأسس عملك الخاص فيك اللي ممكن يكبر ويتسع في المستقبل لعدة أفرع مش لفرع واحد ولا لشركة صغيرة. يعني أنت ممكن تبدأ بشركة صغيرة مؤسسة من مجموعة أفراد مساهمة محدودة وتكبر فيها إن شاء الله وتصير شركة خلينا نحكي مساهمة محدودة على نطاق واسع على صعيد دولة الإمارات. بالأخير بنحب نشكركم لتواجدكم معنا بالبرنامج ونخبر جميع المشاهدين بتابعونا حالياً كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع ناي أوكسجين. ناي أوكسجين زي ما حكينا موجود حاليا بدماك هيلز 2. حساباتنا على الانستغرام على الفيسبوك حنحطها بالشاشة برضو، أرقام التواصل عن طريق الموبايل وعن طريق الابليكيشن حتنعرض برضو عندكم بالبرنامج. شكرا جزيلا شباب، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح يا رب. شكرا لك. شكرا لك. أهلا وسهلا حبيبنا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.